بنبدأ نشاطنا الرياضية مع تصريحات يوسف حسن قائد منتخب مصر للشباب مواليد 2003 خلال المؤتمر التقديمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 اللي بتستضيفها مصر. يوسف أكد أن المنتخب هيبذل كل جهده عشان يحقق الفوز وهيلعب لهدف واحد وهو التتويج بالبطولة والتأهل لكأس العالم. عارفين مدى صعوبة البطولة وقوة المجموعة اللي احنا فيها، لكن الجهاز الفني بقيادة محمود جابر واللعيبة جاهزة بشكل كبير. فريق الزمالك اتعادل مع المريخ السوداني في المباراة اللي جمعتهم على استاد شهداء بنينة في ليبيا في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. محمد الشناوي كابتن فريق النادي الأهلي أكد على سعادة بعثة الفريق بالتواجد في دولة السودان الشقيقة وأشاد بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في السودان سواء على المستوى الرسمي أو الجماهيري نتيجة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. الشناوي قال كمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني أن اللقاء هيكون صعب على الفريقين وأنهم عارفين كويس قوي قيمة المنافس واستعدوا له بشكل جيد. الكونغولي فلوران المدير الفني لفريق الهلال السوداني أكد على أهمية مواجهة الأهلي في مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا وشدد على مكانة الفريق المصري في البطولة الأفريقية وقال هنواجه الأهلي صاحب المكانة الكبيرة في القارة السمراء وهتكون مباراة مهمة وكبيرة وهنشتغل علشان نخرج بنتيجة إيجابية ونسعد جمهورنا. فريق سان داونز الجنوب أفريقي حقق الفوز على فريق القطن الكاميروني بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب رومدي ديجا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي. اختتمت بنجاح كبير منافسات البطولة العربية 16 للرماية واللي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري واتلعبت على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 12 دولة. حصلت مصر على المركز الأول في الترتيب العام على مستوى البطولة برصيد 17 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهب 5 فضة و5 برونز. الأسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أكد أن صدارة البريمير ليج لسه في إيد أرسنال وده بحكم أن الجانرز لسه عندهم مباراة مؤجلة في الدوري. وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه اللي هتكون ضد نوتنغهام فورست في الجولة 24 من عمر المسابقة نستعيد التوازن عندما تفوز 10 مرات متتالية. لم يحدث لنا ذلك هذا الموسم قبل 3 مباريات خسرنا في توتنهام. اليوم في الساعة 3 يجب أن نكون مستعدين عقليا وبدنيا. الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أكد على جاهزية المدافع الهولندي فان دايك لمواجهة نيوكاسل يونايتد خلال المباراة اللي هتجمع الفريقين النهاردة على سان جيمس بارك ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز. وقال كلوب خلال تصريحاته قبل اللقاء أعتقد أن فان دايك هيلعب أساسي ضد نيوكاسل، هو اتدرب بشكل جيد وهناخد قرار بشأن مشاركته. أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد عن غياب الثنائي كريم بنزيما وتوني كروس عن موقعة أوساسونا اللي هتتلعب النهاردة ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الأسباني. وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن كريم متعب جدا ونأمل أن يكون جاهز بحلول الثلاثاء، أما كروس سيغيب أيضا بسبب الأنفلونزا. ونرجع دلوقتي لمصطفى وتكملة فقرات برنامج صباح الخير يا مصر.